الحمد لله، وتحت إشراف السيد الوزير الأول هذا الاجتماع نقطة واحدة تمثل ينعقد اجتماع الحكومة اليوم للتنمية لولاية خنجلة. يسعى السيد الرئيس الجمهورية إلى ترسيخه في الجزائر الجديدة تبعا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والتزاماته فيما يخص بعث مشاريع للتنمية على مستوى بعض الولايات التي تشهد فوارق تنموية أكيدة. تطلق الحكومة سلسلة من الاجتماعات خارج مقر قصر الحكومة أي خارج العاصمة، وأول اجتماع طبعا يجمعنا هو في ولاية خنشلة.